ما حقيقة الاحتباس الحراري؟ الظاهرة التي حيرت العلماء. إذا كنت قد تساءلت يوماً ما إذا كان تغير المناخ هو الوصف الأمثل لازدياد الكوارث الطبيعية على كوكب الأرض، فأنت لست وحدك. وقد يكون مصطلح مثل أزمة المناخ أكثر دقة، لأن الحديث عن أزمة يتطلب الاهتمام الكامل، أما التغير في حد ذاته فليس بالأمر السيء. الاحتباس الحراري أيضاً عبارة ترددت كثيراً في وقت ما، ولكن بغض النظر عن التسمية، ما حقيقة تلك الظاهرة؟ وما الذي لا نعلمه عنها؟ خاصة بعد ادعاء أصحاب نظرية المؤامرة أن الأمر مجرد كذبة. بحسب علماء المناخ، الاحتباس الحراري هو مجرد جزء من تغير المناخ، أما السبب فهو ازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة الذي أحدث خللاً في الغلاف الجوي للكرة الأرضية، فأصبحت الأعاصير أكبر وغمرت الفيضانات مناطق شاسعة وارتفع مستوى سطح البحر، كما أن السنوات الأخيرة كانت الأسخن على الإطلاق. هذا ما نعلمه على الأقل، وربما تغير المناخ لأسباب طبيعية مرات عديدة عبر التاريخ، لكن الأمر محسوم بكون الاحتباس الحراري سببه الصناعات البشرية. فبالمقارنة قد تبدو مساهمة البشر في كمية إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون صغيرة جداً مقابل ما تنتجه الطبيعة سنوياً، ولكن إذا علمنا أن المحيطات والنباتات تمتص ما تصدره الطبيعة بشكل شبه كامل، فإن التغير الحاصل في المناخ بالفعل يعود إلى ذلك الفائض الصغير نسبياً من الغاز. لكن ذلك لم يمنع من وجود من لا يؤمن أساساً بالاحتباس الحراري، بل يرى فيه مجرد حجة لجعل الشعوب في حالة قلق وذعر دائمين، إما لتطبيق رؤية مختلفة للاقتصاد أو كما يحدث في أمريكا مع الناخبين لإلهائهم عن قضايا أكثر أهمية كالبطالة والتأمين الصحي وغيرهما. كل ما سبق يقودنا إلى طرح سؤال مهم: ما الذي يفعله السياسيون لمكافحة تغير المناخ العالمي؟ في عام 1992 تم توقيع معاهدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لإلزام العالم أجمع بتفادي التدخل البشري في نظام المناخ، لكن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري لم يتوقف. وفي عام 2015 اجتمع القادة السياسيون من أنحاء العالم في باريس وقرروا ضرورة منع الغلاف الجوي من التسخين أكثر من درجتين مئويتين، لكن الاتفاقية لم تقدم أي تعليمات حول ما يتوجب على الدول القيام به، وفي المقابل لم تلتزم الدول بالحد من الانبعاثات كما هو مطلوب. وبدأ الأمر في الولايات المتحدة أكثر جدية، فأصبح الاحترار العالمي أحد قضايا التصويت التي يراها الناخبون مهمة جداً عند تحديد من سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهكذا، ورغم الإجماع العالمي على ضرورة إيجاد حلول لتجنب أزمة المناخ، يبدو التنفيذ أكثر صعوبة، لأن تأثير الاحتباس الحراري يفرض تحديات كبيرة ويتطلب الكثير من التضحية في المجتمعات الصناعية المتقدمة. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.